صباحو، خبروني وين رايحين؟ وين رايحين اليوم؟ احنا بدوما. ايه طالعين على بلوع بلعة، عبوليها بلعة كامبينج على الخفيف. اوكي نوعا بكير الرويقة. ولوين راجعين؟ مع البضيس ودوما وراجعين. جايز نحنا بلشنا الـ LMT SIDE TRAIL من دوما، طالعين على بلوع بعطار، وبكرة منرجع ع دوما. وهول الجانجستر هيدا بيت دوما، بيتميز بتراث البيوت اللبنانية. اوتيل بدوما. هارو ورودي ووسيم عم يعملوا كاربريشن للشنط. اول بتستوب ونرجع ننطلق تحت هالشجرة اللي كتير حلوة. هون منشوف ضيعة دوما من سكة الشام. ليكو قد حلو هالمنظر من هون. هيدا جبل نيحة هونيك. ما بيعلو كتير، بدل شوي صغير قال عن الأرض، بس يفضل يكون بحص الأرضية طبعه مش هيك تراب. هذا يستخدم للصناعة النبيد والعرق. كيف لقيتوا التريل لهلا جايز؟ حلوة حلوة، تريل حلوة، مناظر حلوة، صخر، طبيعة، طبيعة رائعة. الشام هنكفي عبيلوع بلعة انا والشباب. Thank you.
للاخر لنوصل على بلوع بعطار. خبرونا بالكومنت مين بيعرف هيدي الزهرة شو ريحتها، كتير حلوة. again and again thank you لل LMT Lebanon Mountain Trail Association على التريلز الحلوة. بنصحكم كمان تجربوا دوما LMT Side Trail. شو يا جايز تنصحوا المشاهدين بالتريل؟ اكيد. شو يا شارو؟ اكيد اكيد تريل حلوة كتير ومناظر كلها حلوة وخضار. مساعدنا اليوم الطقس كتير حلو، كان شتي الصبح وهلا يغيموا شتي كتير حلو. هلا مع المنظر الحلو راح نجي عند ألان ملك العدة. ألان خبرنا شو عم تعمل. عم نحضر النسكافيه هلا جايز، نصحي مي لنشرب النسكافيه. عامل كوفي بريك مع سناك بريك. ايكل غاز ما طبعا مش مبين قد ما صغير. تشيرز جايز، تفضلوا على القهوة. بس ليه حلو لو بيرجع بينزرع وكلهم هولي بيرجع يتشجر لبنان كله خضار هيك مجلل بعضه. ايه عن جد قد ايه حلو، موجودين جلوله موجودين مش حرام. ودي طلع بعيوني قد ايه اجمل بونزاي طبيعي شايفه بحياتك. هات نشوف فرجينا. طلع فوق بين الصخرتين. هات لنفرجيهم. طلع فرجيهم. اجمل بونزاي طبيعيه ممكن تشوفوها بحياتك. شوف البونزاي. بعد عنا تقريبا مفروض 2 كيلومتر نوصل على الكامب سايت. جايز طلعوا شوفوا البحر مبين من هون هونيك. نايس هيكم على فيو. اتس لانش تايم جايز. رجعنا رجعتوا بعد؟ هيدا اللانش بريك تبعنا رح يكون هون. اكل ملوك. شو اكلتو؟ انا نركض بعد الاكل. بيض وطوش ومكتيز. هيدا غدينا يا جايز. شو Thank you.
الشمال تريلات تريل دوما بعطار ونرجع على دوما مقطع بتريل سكة الشام. جايز لو في مي كنا خيمنا هون تحت. هيدي اجمل بونزاي كمان لهلا سو فار. ليك كيف طالع من قلب الصخر. قلب الصخر. هون عم نقطع بالمضيق بين الصخرتين. انا وقديش نضعيف؟ ما عم اقدر اقطع. رودي ايه رايك بالفيو؟ انا يوسف اصلا. شو رايك بالفيو؟ رائع. هون الجايز عم ناخذ بريك قبل ما نوصل على الكامب سايت ونشوف وين بدنا نعمل الكامب سايت. لليوم وبكرة نخدكم نشجيكم البلوع ومنكفي نرجع على دوما. معقول يقطع كامب بلا فاير؟ هاي سارو. هلو واز كيفنا؟ وهيك مع قعدة هاموكس رودي شو عم تعملنا؟ زبط الامبيانس ضوية داير من الدار بعد فيه خينا وسيم بدي بدلنا الضوء طبعونه من خينا.